صباح الخير يا ولاد، احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء اللي اتكلمنا عنه. احنا كنا وصلنا لغاية البيلدينجز والفاسيلتيز بتاعة المصنع، وشفنا الجي ام بي بتاعها او الكواليتي سبيسيفيكيشنز بتاعتها، واتكلمنا على 3 حاجات لو تفتكروا، اللي هي الوولز بتاعة البيلدينج بتبقى عاملة ازاي، والفلورز والسيلينج، واتكلمنا على السيرفيسز اللي هي الخدمات، واتفقنا خدمات اللي هي مش البروسيدور اللي بتتم، وانما السيرفيسز اللي هي الحاجات بتاعه الكهرباء والميه وما الى ذلك، الحاجات اللي بتخدم عمليه التصنيع يعني. النهارده هنكمل مع بعض السيرفيسز، هنشوف في البيلدينج والفاسيلتي، هنشوف الاسيبتنج بروسيسنج، وهنكمل بعدها ان شاء الله على الريكوردز. والريكوردز دي سهله خالص، ويعني سهله ولذيذه يعني. محاضره النهارده ان شاء الله تبقى في السريع. بنتكلم على الاسيبتنج بروسيسنج فيما يختص بالسيرفيسز، فبنتفق انه اول حاجه الفلورز والوولز والسيلينجز لازم تبقى سموث. احنا بقى انتوا يعني حفظتوا الكلام ده خلاص، دي حاجات هتتغسل ولازم ما تعلقش فيها ميكروبات، لازم تبقى سموث هارد سيرفيس وايزي كلين. بصوا يا ولاد، كلمة السر في الاسيبتك بروسيسنج ان انا مش عايز اي حاجة عندي تبقى صعبة تتغسل، تتأثر بالغسيل او تعبيلي بكتيريا او فانجاي او ميكروبيال كونتامينيشن بشكل او باخر، هي دي كلمة السر. فعشان تعمل ده بقى، اول حاجة الفلورز والوولز والسيلينجز دي قلناها خلاص، تبقى ناعمة عشان ما فيش حاجة تمسك فيها، هارد سيرفيس عشان تقاوم الخدوش أولا فما تربيش جيوب تعيش فيها بكتيريا، وبرضو تقاوم الإيه الكيماويات اللي بتغسل بيها المطهرات، وإيزي كلينبل دي واضحة يعني. تاني حاجة التمبرتشر والهيوميديتي كنترولز، خلي بالك التمبرتشر والهيوميديتي لازم تبقى كنترولد، واللي هتستغربوا له إن إحنا مش بنعمل كنترول علشان المادة، لا احنا بالاكتر بنعمل الكنترول بتاع التمبريتشر وبتاع الهيوميديتي علشان اللي بيشتغلوا. لو انت بتحط بني ادم تحت حرارة عالية او نسبة رطوبة عالية، يبتدي يعرق، يبتدي يتضايق، يبتدي الشغل بتاعه ما يطلعش قد كده. عشان كده التمبريتشر والهيوميديتي كنترول على الرغم من اهميتهم للدواء بتاعك، لكن انت بتظبطهم في الاسيبتك اريا مينلي علشان البيرسونال. تالت حاجة الاير سبلاي، والاير سبلاي ده من الحاجات المهمة قوي 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 في الاسيبتيك اريا او الستورال اريا. سمبل كده يا اولاد، انت الهواء اللي داخل لك بيبقى بيخش من خلال الهيبا فلتر، والهيبا فلتر دي اختصار هاي افشنسي بارتيكيوليت اير فلتر. هاي افشنسي بارتيكيوليت اير فلتر يعني اير فلتر بيفلتر البارتيكلتس اللي في الهواء بكفاءة عالية جدا علشان ما يدخلش البكتيريا اللي ممكن حجمها يعدي ال 300 نانو، حاجة صغيرة قوي، او ال 400 نانو. فاحنا عشان كده بنحتاج ان احنا ايه يكون الفلتر بتاعنا هاي افشنسي. وبرضو علشان ما تخش لكش حاجة من بره، بتحافظ انه البريشر بتاع الاسيبتك اريا بتبقى يكون بوزيتيف. بوزيتيف يعني ايه؟ يعني الضغط جوه الاستورال اريا يبقى اعلى من الضغط براها، وبالتالي اذا فرضنا هنفتح باب، الضغط بيتحرك من فين لفين؟ من العالي للواطي، فيقوم الضغط طالع بره الاسيبتك اريا ما يخش لهاش. ليه ما يخش لهاش؟ علشان مش عاوزين اي كونتامينانت من بره، تمام؟ عايزين بس الهواء يخش من خلال الهيبا فلتر، ما يخشش من خلال باب، من خلال اي حاجه تاني. النقطه اللي بعد كده انه ان في الاسيبتك اريا عشان تعمل اسيبتك بروسيسنج، فانت بيكون عندك سيستم، ده من ضمن قواعد الجي ام بي، ان بيكون عندك سيستم للمونيتورنج اوف انفايرمنتال كونديشنز. يعني ايه؟ لازم تبقى انت كل الانترنال انفايرمنت، طبعا ما بيتكلمش على الاكسترنال، بيتكلم على الانترنال، كل الانترنال انفايرمنت لازم تبقى ويل مونيتورد. والمونيتور دي يعني درجة الحرارة والهيميتي والبريشر وحتى تحرك الهواء أو حركة الهواء. هتقولي حركة الهواء تفرق في إيه؟ تفرق في إن أنت ممكن تنقل كونتامينانت من حتة لحتة، أنت ما تحسش ده في الوضع العادي، لكن في وضع أسيبتك لا يبان ويفرق معاك أوي.
ويبوظ لك منتجات انت تعبان فيها. فاحنا بيكون عندنا سيستم للمونيتورنج بتاع الانفايرمنتال كونديشنز. النقطه اللي بعد كده ان انت برضو عندك سيستم للكليننج والديسانفكتنج الروم والاكويبمنت. خلي بالك الكليننج دي مهمه قوي تو بروديوس اسيبتيك كونديشنز. عندك سيستم للكليننج، القصه مش قصه انك بتجيب ليفه وصابونه وتغسل، لا انت بتعمل ديسانفكشن وبتعمل كليننج ببروتوكول وبسيستم معين، والسيستم بيتاكد انه كل حاجه بقت معقمه. لو تفتكروا يا اولاد في اول مشكله الكورونا ربنا يحفظ الكل، كان يقول لك تقعد تغسل في ايديك 20 ثانيه، وقعد يقول لك تقعد مش عارف تغسل الاول البالم فيسنج ايتش اذر، يعني تقعد تغسل اللي هي ايديك بيحكوا في بعض من قدام، بعدين تدخل ايديك ما بين صوابعك هنا وبعدين الناحيه التانيه، وبعدين تمسك الثمب وتقعد تعمل سيركولر موفمنت كده، تقعد تلفه الثمب ده والثمب ده. مين فينا كان بيغسل ايده كده؟ ولا واحد. ده بروتوكول بتاع جراحه. ليه؟ علشان يضمن انه ايديه معقمه، لانه هيشتغل في جسم مفتوح. ده بروتوكول غسيل الجراحه بقينا بنطبقه علشان بقينا بالصابون بنعمل ديسنفكشن، فبتشتغل زي الجراح بالظبط. في الطبيعي انت ما تاخدش بالك، انت بتغسل ايديك يا دوبك تقعد ايه رامينج يور هاندز، تقعد تفرك ايديك في بعض والميه تعدي عليهم وانت شايف ان ايديك نظيفه. فعليا في مناطق في ايديك لا ما وصل لهاش الصابون وما وصلت لهاش الميه، وبالتالي انت ما مش مستفيد حاجه من الغسيل ده. لو كنت بتدور على اسيبتك تكنيك، لو كنت بتدور انك تعمل ديسانفكشن لايدك علشان انت محتاج تكون معقم، تمام؟ فانت بيبقى عندك سيستم للكليننج والديسانفكتنج بيقول لك بقى تعمل ايه وتمشي ازاي وخطوه خطوه، وازاي كمان يعني تتشيك على الديسانفكشن بتاعك. النقطه اللي بعد كده يا اولاد ان انت عندك سيستم للمينتيننج اني اكويبمنت يوز تو كنترول اسيبتيك كونديشن. يعني انت كمان بيبقى عندك سيستم علشان تصين وتحافظ على الاجهزه اللي بتكنترول الاسيبتيك كونديشن، تمام خالص. ال FDA عامله جايد لاينز للستيرويد دراج برودكتس برودوس باي اسيبتيك بروسيسنج. رغم ان هي عامله جايد لاينز قويه جدا، لكن للاسف هم ما اتكلموش على السيرفيس فينيشنج. يعني ايه ما اتكلموش على ان السيرفيس لازم يكون هارد، لازم يكون فليكسيبل، لازم يكون مينيمم ليميت اوف كونجنكشنز او الجوينز، كل الحاجات دي تمام. كل الحاجات دي مش موجوده في الجايد لاينز بتاعت الاف دي اي. هما اتكلموا بس على ايه؟ اتكلموا بس على الاير كواليتي والاير فلو والبريشر ديفرنشلز، جوده الهواء بتتقاس ازاي وتعملها ازاي وتحافظ عليها ازاي، الاير فلو سواء لامينر ولا نون لامينر، فيرتيكال ولا هوريزونتال، والبريشر ديفرنشلز يعني فرق الضغوط، واحنا هنتكلم على ده ان شاء الله النهارده. لكن ما اتكلمتش على السيرفيس فينش. طيب نتكلم بقى احنا على السيرفيس فينش. اول حاجه الفلورز والوولز والسيلينجز في الستيريل سوتس. اول نقطة ان انت لازم الفلورز والوولز والسيلينجز تكون بتقاوم او بتحتفظ بخواصها او ما بتتأثرش بالانتنسيف والفريكوينت كلين والسانيتيشن، انت هتعمل لها ده. تاني حاجة لازم تكون سموث هارد سيرفيس ومينيمم جوينتس، احنا قلناها. تالت نقطة ان انت لازم تبقى ريزيستنت تو ابريجن، واتفقنا ليه الابريجن يفرق معاك في الستيريل اريا. الابريشن اللي هو الاحتكاك او التاكل، يعني تيجي في الاحتكاك هيربي لك جيوب، الجيوب دي تعبي بكتيريا تعبي مايكروبيال كونتامينانتس تبهدل لك الدنيا بعد كده. عشان كده ريزيستنت تو ابريشن علشان نوت شيدنج بارتكلز، ما تحتفظش باي بارتكلز، وفري فروم هولز تكون مش مخرمه ما فيهاش ديكور دي والسيرفيسز والكراكس. النقطة اللي بعد كده ان انت الحيطان او الفلور والوولز والسيلينجز لازم تكون impervious to water والكليننج والسانيتيشن سولوشن، يعني ما ينفعش تكون بتشربه، ما ينفعش تكون بتتأثر بيه. النقطة اللي بعد كده ال regular examinations، ان انت بتعمل regular examination للفلورز والوولز والسيلينج. تلاقوا كده في مصانع عمليات كل فترة، الكلام ده مش كل فترة يعني كل سنة، كل فترة يعني ممكن من شيفت لشيفت،
بياخدوا سوابس، بياخدوا مساحات من كذا مكان ويحللوها، يشوفوا الـ sterile area is still sterile or it became non-sterile، هي لسه معقمة ولا التعقيد بتاعها راح. تمام، ده بالنسبة للـ floors والـ walls والـ ceilings. نكمل الـ ceiling والـ wall والـ floor لازم يبقى sealed. اوكي، يعني لازم يبقى قابل للغسيل، و antiseptic wipe spray دي من طرق التعقيم بتاعته لازم يكون سيلد، لانه هيتعمل له ووشنج وهيتحط ويترش له انتيسيبتيك. النقطه اللي بعد كده انه دي بقى حاجه ملهاش علاقه بالوولز والفلورز، بس مهمه لازم تبقى عارفها، ان التانكس بتاعت الفاينل برودكت والماشينز اللي هتستعمل في الباكجينج بتاع الفاينل برودكت لازم تبقى اوت سايت، لازم تبقى بره المنطقه المعقمه. يعني عندك الكونتينر اللي هتعبي فيه مثلا الحقن بتاعتك ما تدخلوش جوه وتعبي وتطلع، لا ده مش صح. الصح ايه؟ الصح ان الدراج برودكت بتاعك هو اللي بيطلع اوت سايد من خلال الهوز لاين، يعني التانك والماشين بيفضل بره والفايلز تطلع من جوه لبره وايه تخش في التانكات. تمام، التانكس والماشينز ما تخشش. هل ده معناه ان مفيش ماشينز بتخش جوه؟ لا فيه، بس انا عشان ادخل ماشين جوه بقعد اعقمها واصرف عليها وقت وفلوس، فهل من المنطق ان انا كونتينر هعبي فيه دواء واطلع بيه لا اكتر ولا اقل، اقعد اعقمه وانضفه واعمل سوابس واعمل له كارانتين بعدين اعمل له ريليز وادخله وبعدين اطلعه؟ طب ما انا غني عن كل ده، انا ليه اعمل كل ده واصرف كل ده وفلوس ووقت؟ طب ما انا اسهل لي ان التانك يفضل بره والحاجات المعقمه اللي جوه هي اللي تطلع. اوكي، نتكلم على البيرسونيل في الاستيرل اريا. البيرسونيل هم الاشخاص. اول حاجه الاشخاص بيخشوا من خلال اير لوك، يمكن انا شرحت لكم ده في المحاضره قبل موضوع الكورونا قبل ما الجامعه تعلق الدراسه. قلت لكم ان احنا لما بنخش من الاسترول اريا، عشان اشبهها لكم كده، بتبقى حاجه عامله زي كابينه التليفون بس ببابين، مش عارف انتوا لحقتوا ايام السنترالات بتاعت زمان ولا، بس كان في كده ايه كابينه تليفون، او في كابينه تليفون في الشارع يعني خصوصا بره بشكل اكتر. كابينه التليفون بتاعتك ليها ايه؟ ليها باب واحد بس وثلاث اضلاع. لا احنا بقى الاير لوك ده بيبقى زي كابينة التليفون بس ليها ايه بابين قصاد بعض، باب تخش من بره لجوه الكابينة وباب تخش من الكابينة على الاسترال اريا. طب هدف ده ايه؟ هدف ده ان لو احنا فتحنا الباب المنطقة المعقمة تعقيمها باظ، ومش معقولة ان الناس اللي جوه هتراب بتعمل لهم بيوت بقى ياكلوا ويشربوا جوه ويعيشوا. طب الحل ايه؟ ما هي الناس هتخش تخلص شفتها وهتطلع. حلها ببساطة شديدة جدا ان انت بتعمل ايه الاير لوك ده، كابينة التليفون دي، اللي داخل من بره بيخش الكابينة والباب اللي بين الكابينة وبين الاسترول اريا مقفول. يعني لو تخيلنا ان ادي الكابينة اهي، ارسمها لكم هنا. تمام، او الافضل نرسمها ايه، ادي البابين بتوع الكبير هنا الاسترول اريا، وهنا البلاك زون او بنسميها المنطقه الايه المش معقمه خالص. الشخص اللي داخل هيخش كده نقوم فاتحين له الباب ده. تمام، بعد ما دخل نقوم قافلين عليه تاني كده. المنطقة دي مش معقمة صح، لأنه مجرد ما فتح الباب دخل هو والخير اللي معاه. طبعا هو داخل هنا وهو ايه لابس الهدوم كاملة بتاعته بتاعت التعقيم بتاعه. نقفل الباب ونقوم معقمين المنطقة دي كلها ونقعد نحميه بقى بسوائل التعقيم، وبالتالي المنطقة دي أصبحت ايه معقمة. تمام، بعد ما المنطقة دي أصبحت معقمة نقوم فاتحين الباب ويقوم الشخص يخش الاسترال اريا، بعدين نقفل الباب تاني. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا اير لوك. كده الشخص هيخش من غير ما يبوظ لي تعقيم الاسترال اريا،
عشان تتخيلوها يعني رسمتها لكم. دي فكرة الإيرلوك. النقطة اللي بعد كده الكلوزس. الكلوزس يا أولاد لو بتشوفوا كده في نشرات الأخبار لبس زمايلكم الأطباء والصيادلة في المستشفيات بتاعة العزل والتمريض طبعا، هو ده اللبس اللي بيلبسوه في منطقة الستيرر اريا. ليه؟ لأن احنا متفقين إن أنا بعمل له شاور، فول شاور بالإيه؟ بالديسنفكتنت، فلازم يكون كل حتة في جسمه متغطية، راسه متغطية، وشه متغطي، بيلبس اي جوجل، بيلبس نظارة كده زي بتاعة الغطس بتاعة زمان، ايديه متغطية بجلافز، وفول جاوند لابس زي اللبس بتاع العزل اللي بتشوفوه ده. اوكي، النقطة اللي بعد كده ان احنا بنحاول نحتفظ جوه الاسترال اريا بالمينيمم موفمنت، واحنا متفقين ليه؟ لو بتتحرك بسرعة هتعمل زعابيب هواء جوه، هتعمل كونتامينيشن، ممكن كونتامينيشن من كونتينر لكونتينر، او الاسوأ انك تعمل كونتامينيشن مثلا من لاين للاين، او حاجه كانت علقه في الجهاز هتخش لك في البرودكت بتاعك. فانت بتحتفظ بالمينيمم موفمنت جوه الستيرل اريا. النقطه اللي بعد كده انه الان والاوت موفمنت از بروهيبتد، يعني ما ينفعش استنى ده انا نسيت، انا عايز اطلب سندوتشات قوم طالع وراجع، لا اصل معلش ده جاي لي تليفون مهم وما تخيلتش ان الساعه جت 12 يقوم طالع، ومفيش الكلام ده. انت بتخش على الشيفت بتاعك في بداية الشيفت، بتطلع منه في اخر الشيفت، مفيش حركة داخل طالع في الاسترال اريا، مفيش الكلام ده، ممنوع طبعا غير مع نهاية منوبات الشيفت. يعني ده بالنسبة للبيرسونال. بالنسبة للتمبرتشر والهيوميديتي زي ما اتفقنا انها كنترول فور ذا كومفورت اوف اوبريتورز، دي اهم حاجة احنا بنعمل لها كنترول علشان الواحد اللي بيشتغل، علشان اللي بيشتغل لو مرتاح هيقدر يدي ويقدر يشتغل في شغلانه. اللي بيشتغل في الاسترال اريا يا اولاد لازم تبقى عينيه وسط راسه، لازم يبقى مركز كويس قوي وعارف بيعمل ايه. احنا بنتكلم ان الحركه الزياده ممنوعه، بتحتفظ بالمينيمم موفمنت، فلازم يكون مرتاح. عشان يرتاح بنظبط له درجه الحراره تبقى 68 فهرنهايت و 45% هيوميديتي، دي اكتر درجة حرارة ورطوبة الجسم بيحتفظ فيها بالحيوية وبيشعر ان هو ايه ان هو مرتاح. النقطة اللي بعد كده الاير، الهواء. اتكلمنا على الاير من شوية بس هنكمل، لو في حاجة ما قلناهاش هنقولها برضو بالمرة. اول حاجة الهيبا فلتر، واتفقنا يعني الهيبا ده اختصار ايه، هاي افشنسي بارتيكيوليت اير فلتر، ده بيمنع الميكروبيال والنون فايبل بارتيكيوليت انتري مع الهواء، يمنع انها تخش. الاير فلو بيبقى حوالي 90 فيت بير منت، تمام. الاير فلو ده بتاع ستاير الهواء بتاع الاجهزه لو بتشتغل في هود، مش عارف انتوا شفتوا عندنا في الكليه الهودز ولا لا، لو بتشتغل في هود ولا حاجه لازم يكون في اير فلو علشان يحافظ على البيئه المعقمه اللي جوه. البوست اوف بريشر، واحنا اتكلمنا انه لازم البريشر يبقى اعلى، بيبقى حوالي نص انش اوف واتر على الأقل، ممكن يزيد عن كده بس ما يقلش، ولو زاد بيزيد برضو مش زيادات عالية قوي وإلا طبلة الودن بتاعت اللي شغال تفرقع، فهو ما يقلش عن 5% بوصة من وزن، يعني وزن عمود مية طوله 5% بوصة، ما يقلش عن ده، ولو هيزيد مش هيزيد كتير. البريشر لازم يكون مونيتورد اوتوماتيكلي، وطبعا متفقين ليه، علشان ما يحصلش اي عطل في الهواء بتاع فالبريشر يقل جوه مع فتحة باب ندخل كل الايه الخيرات العالقة في الهدوم بتاع في الهواء بتاع اللي جاي. النقطة اللي بعد كده ان الهيبا فلترز لازم ريجولرلي تيستد، لازم نشيك عليها بشكل ريجولر عشان نتأكد انها سليمة، ان البورز بتاعتها ما وسعتش، ما هو البور لو وسع هيعديلك، فانت تتاكد ان البور بتاعه ما وسعش، لانه الهيبا فلتر بيشتغل تحت ضغط، فالضغط ده بسهوله جدا يقدر يوسع الايه البورز بتاعه الفلتر. اخر حاجه في الهواء هنتكلم فيها انه البارتيكولات ليفلز ار يوجوالي مونيتورد، زي ما اتفقنا احنا بناخد سوابس من الحيطان والارضيات والسيلينج والهواء، ونروح نحللها ونشوف البارتيكولات ليفل قد ايه، ولو عالي بالترمينيت اللي بتعمله طبعا
انت بتعمل التحاليل دي قبل ما تكون دخلت باتش تشغلها، يعني مش والباتش شغاله. فلو عالي بتوقف الستيرول اريا وترجع تشغل البروتوكول بتاع الغسيل وبتاع الديسنفكشن، وتشيك تاني وتتاكد ان هي بقت ستيرول تاني وان البارتيكولات ليفل نزل تاني، وترجع تشغلها. لما العمال واللي شغالين الصيادله واللي شغالين في الستيرول اريا بيسيبوها، احنا بنحاول نحافظ على الاستيرولتي بتاعتها وهي مقفوله. فالناس ابتكرت ان احنا نشغل الالترا فايولت راديشن. الالترا فايولت راديشن معروف انه ليه انتي بكتيريال اكشن. الالترا فايولت يا اولاد من الاشعاعات القويه جدا اللي في الانسان، بتعمل التريشن في الدي ان ايه، و بعد الشر عن الكل يعني تعمل كانسر، سكين كانسر. كان في رئيس امريكي حتى مش فاكر مين راح زياره للقطب الشمالي قرب الاسكا كده، كان مش فاكر بيعملوا مشروع ايه او حاجه زي كده، ورجع بسكين كانسر. ليه؟ لانه الاوزون كان اقل سمك ليه في المنطقه دي، فعدى الترا فايولت راديشن كتير فجاله سكين كانسر. الالترا فايولت اللي احنا بنتعرض له ده من رحمه ربنا، يعني ان الاوزون وطبقات الجو العليا بتاكل منه كتير قوي، دول كده ما تبقاش فيه حياه على الارض. فالالترا فايولت بما انه بيغير في الدي ان ايه لدرجه انه ممكن يموت، فاحنا بنشغله علشان كل الاسطح بتاعه الاسترول اريا لو فيها بكتيريا ولا حاجه تموت. يعني شوف انت كل الضمانات دي، وبرضه لما تيجي تقفل الاسترول اريا لازم ايه تشغل اليو في. خدوا بالكم يا اولاد انه الالترا فايولت راديشن ما بيعديش، it does not penetrate beyond surfaces، يعني ما بيعديش السيرفس، مش زي الاكس راي او الجاما راي اللي كانت بتفتكروا في التعقيم في لو درستوا البرينترال برودكتس اللي هي بنعقم بيها مثلا السرنجات. لا، ما فيهوش الكلام ده. الالترا فايولت اخره على السيرفس، ونتيجه انه مدمر. واحنا انا قاعد اقول لكم وجاله كانسر ومش جاله كانسر، فالالترا فايولت راديشن ما بيشتغلش نهائي، وفي بيرسونيل جوه بيشتغل لما البيرسونيل بيسيبوا الاسترول اريا. ده كده فيما يختص بالايه، بتكمله البيلدنج والسيرفيسز اللي بتعملها. هنخش النهارده على الريكوردز، والريكوردز مش كبيره بس فيها كلام كتير شويه، بس كلام كله منطقي وبديهي. اوكي، الاسيبتك بروسيسنج دي اوكي، نخش على الريكوردز. بص يا اولاد، الريكوردز اللي هي السجلات، مفيش مصنع بيعيش من غير سجلات، لازم نبقى عارفين كل حاجه راحت فين وجت منين. فعندك في حاجه كبير، في ريكورد كبير كده، ده اللي هو الايه اكبر ريكورد فيهم، يعني اكبر سجل فيهم، بنسميه الماستر برودكشن اند كنترول ريكوردز. الماستر برودكشن واضح من اسمه، ماستر، ماستر يعني سيد او استاذ. بتوع اخواتنا زمايلنا في المحاسبه يسموا الدفتر زي ده دفتر الاستاذ، دي ترجمه انجلش اللي هي ماستر، يعني ماستر ريكورد. الماستر برودكشن والكنترول ريكوردز دي السجل اللي بنحط فيه البرودكشن والكنترول اللازم للبرودكشن، عشان كده بتلاقي فيه حاجات لسه هتحصل. تمام؟ والحاجات اللي لسه هتحصل دي بتتطبق واحنا شغالين، يعني واحنا شغالين بيبقى معاك البرودكشن والكنترول ريكوردز، مش هو كاتب حاجه وانا بعمل حاجه، لا انا بمشي على اللي هو قايله لي. اوكي؟ تمام. بيتحط فيه ايه بقى؟ بص يا اولاد، اول حاجه بيتحط فيه الاول اسبيكتس اوف مانيفاكتشر باكجينج اند كنترول، كل ما يتعلق بالتصنيع والتغليف والايه او التعبئه والايه والكنترول بتاع العمليات دي كلها. تمام، سواء الكنترول ده كان للتستنج او الكنترول ده كان للمانيفاكتشرنج او للباكجينج او البروسيس نفسها. بنعمله ليه؟ علشان نأشور اليونيفورم دي from batch to batch. ما ينفعش باتش تطلع بشكل او بسبيسيفيكيشنز معينه والباتش اللي بعدها تطلع حاجه تاني خالص، ده كده ضد ابسط قواعد الصناعه، خصوصا صناعه دواء احنا مش بنلعب.
تمام كده يا اولاد؟ كويس خالص. الريكورد ده لما بيتعمل للباتش بيبقى هاند ريتن، يعني بيبقى مكتوب بخط الايد وموقع، لازم في شخص يتحمل المسؤوليه قدام اداره المصنع، وديتد. عارفين في الحكومه يقول لك الامضه مترخه. مترخه يعني ايه؟ يعني انا مضيت بتاريخ النهارده، ما ينفعش تيجي تقول لي الريكورد ده اتكتب من 3 ايام، لا هنشوف تاريخ الامضه فين. فهو لازم يبقى ديتد، لازم يبقى مترخ، ولازم يبقى موقع عشان في مسؤوليه، ولازم يبقى هاند ريتن مش منقول، يعني مش بتاخد كوبي وبيست. انتوا نفسكم يا اولاد لما بتاخدوا حاجه على الانترنت ما بتقراهاش. ما ينفعش بقى احنا نسمح في البرودكشن انه يتاخد كوبي وبيست، ما ينفعش، لازم يبقى هاند ريتن عشان اضمن ان اللي كاتب قرأ كل كلمة وفهمها كويس وهينفذها. بيجي بقى فوقيه المدير بتاعه يشيك ويترخ ويمضي. كده في شخص كتب وفي شخص ايه؟ شيك. تمام؟ اوكي. بيحتوي بقى الماستر برودكشن، او لسه قبل ما يحتوي، بيحتوي على ايه؟ بيحتوي اول حاجة نيم اند سترينث اوف دوزج فور. النيم اسم الدوزج فورم ايه، والسترينج بتاعتها يعني 50 100 150 مللي جرام، ووصف الدوزج فورم، يعني الدوزج فورم دي هتبقى تابلت، هتبقى كبسول، هتبقى سسبنشن، وات ايفر، كريم، هتبقى ايه. تمام. تمام. تاني حاجة اسم ووزن او ميجر، طبعا في حاجات بالوزن في حاجات بالفوليوم، فبيقول لك وزن او ميجر بتاع الاكتيف انجريدينتس في كل دوزج يونت او بير يونت اوف ويت. يونت اوف ويت يعني كل مثلا 100 جرام من الشرب ده هيبقى كام، او كل 150 مللي من الازازه من المحلول بتاعي هيبقى كام، ولو عندي دوزج يونت يعني عندي القرص، القرص هيبقى فيه كام، الكبسوله فيها كام، اللبوسه فيها كام، وهكذا. تمام. النقطه الثالثه اللي بعد كده بيبقى فيه كومبليت ليست اوف كومبوننتس، بتتحط بالاسماء والكودز. ايه هي الكودز دي وايه لازمتها؟ لو دخلت يا اولاد على كل في الانترنت، يعني بالنسبه للكيميكلز كل ماده كيميكال ليها حاجه اسمها سي اي اس نمبر، اختصارا بيسموها الكاس نمبر، بس طبعا مش كاس ولا حاجه، هي سي اي اس. سي اس دي نظام للكودينج. ممكن يبقى عندك مادتين وليكن مثلا ساليسيليك اسيد، وكل ماده ليها كود غير التاني. الكود ده يعني مصنع، يعني نسبة شوايب، يعني سبيسيفيكيشن معينة. الساليسيليك ده اللي انت جايبه من الصين غير الساليسيليك اللي هتجيبه من الهند، غير الساليسيليك اللي هتجيبه من امريكا، غير الساليسيليك اللي هتجيبه من المانيا. كل مادة وليها درجة بيوريتي وليها نوع شوايب حسب درجة التصنيع بتاعها او طريقة التصنيع بتاعتها. فانت لازم يبقى موجود فيه complete list of components، والكل component اسمه الكود بتاعه. ليه؟ علشان اعمل specification to indicate any special quality characteristics، اقدر احدد الجوده بتاعه المنتجات بتاعتي. يبقى في ايه تاني؟ الماستر برودكشن والكنترول ريكوردز بيقول لك statement concerning any calculated excess of components. لو هتحط component بشكل زياده، يعني ايه component بشكل زياده؟ تخيلوا معايا، لو انت مثلا الفورمولا بتاعتك فيها مادة، بس المادة دي جزء منها بعمل بيه تفاعل وجزء هو اللي هيفضل عندي في الآخر، يبقى أنا بحط إكسس. أقربها لكم بشكل تاني، فاكرين لما كنتوا بتعملوا السبوزيتوريز كنا بنقول لك حط إكسس عشان المولد؟ نفس الفكرة هي دي. لو عندك أي كومبوننت فيه إكسس بيتحط، بيتقال ليه؟ اوكي. ده ليه؟ علشان اعمل بريفنشن للايرورز بتاعت الكومبوننتس ويت. برضو في نفس الوقت ان انت لازم تستعمل ذا سيم سيستم. ذا سيم سيستم يعني ايه؟ يعني لو ماشي متريك يبقى كله متريك، ماشي افورد بوا يبقى كله افورد بوا، ماشي افوسيكلز يبقى كله افوسيكلز. ما ينفعش واحد، ما ينفعش تكتب لي الماده دي 100 مللي جرام، الماده دي 3 اونس، السائل ده 5 فلويد اونس، يبقى احنا بنهرج. انت كده بتلخبط اللي بيركب، ده مش صح. تمام؟
وفي نفس الوقت بتستعمل وان يونت. يعني ايه؟ يعني سي مثلا انا استعملت المتريك، ما ينفعش اقول المادة دي 10 جرام، المادة دي 1 كيلو جرام، المادة دي 5 مللي جرام، ما ينفعش وحد هتمشيها كلها بالجرام. يبقى المادة دي 10 مللي جرام والمادة التانية 1000 مللي جرام، ما تكتبش 1 كيلو جرام. طبعا ده استحالة يبقى في مصنع، المصنع كله بالكيلوجرامات، انت بتعمل باتشات، فلازم تستعمل السيم سيستم والسيم يونتس، ما تقعدش ايه تغير. انت مش بتلخبط اللي عامل الانتاج او صيدلي الانتاج اللي هيصنع. النقطة اللي بعد كده، انا عندي الثيوريتيكال ويت او الميجر بتاعت الابروبريت فيز والبروسيس في بروسيس معينة. يعني ايه؟ يعني انت مثلا قايل ان انت هتحط كحول علشان تعمل جرانيوليشن. انا هستعمل لكم مثل قريب من اللي درستوه علشان ايه تتخيلوا. بطبيعة الحال الكحول ده انا بحطه بخلطه، بخلط بيه البودرة بتاعتي فبيعمل لي جرانيوليشن، بعدين اكسترود الجرانيولز بتاعتي او العجينه بتاعتي البيست بتاعتي دي من خلال بيستون كده بشكل معين، فيطلع لي الجرانيولز اللي انتوا كنتوا بتعملوها. تمام، كويس خالص. ايه اللي فارق معاك ان انت تقول لي المفروض وزن الكونتينر في خلطه في مرحله الويت جرانيوليشن وليكن مثلا هيبقى 300 كيلو، فارق معاك ايه؟ فارق معايا مثلا في المثل بتاع الجرانيوليشن ده ان انت حاطط كحول والكحول بيطير. الكحول لو طار، لو تفتكروا انتوا كنا نقول لكم ايه، اشتغلوا بسرعه علشان الكحول لو طار الجرانيولز هتفرول منك ومش هتطلع في الاخر. كنا نقول لك هي الشغلانه كلها ما تاخدش ثواني، حتى كنت تروح للدكتور في المعمل يعمل الجرانيوليشن وينزلها لك كمان من على السيب في ثواني. اكتر من كده كانت بتفرول منك، ومش هنعيد شرح اللي فات. يعني انت بقى مصنع وعندك 200 كيلو بودرة مثلا او 250 كيلو بودرة وحاطط عليهم 50 كيلو كحول بتعمل بيهم ويت جرانيوليشن، او 280 كيلو وحاطط عليهم 20 كيلو كحول. المفروض ان انا في الماستر ريكورد مكتوب عندي المفروض الوزن يبقى 300 كيلو ما يقلش عن 295. لو انا جيت في مرحلة ما او في مرحلة الجرانيوليشن دي لقيت ان الوزن عندي بقى 280 او 285. 285 ده معناه ايه؟ معناه ان المرحلة باظت، البروسيس دي باظت. انت حاطط 20 كيلو كحول طار منهم 15 وبقى 5، 5 دول مش كافيين ان هم يعملوا جرانيوليشن. كده اللي حصل عندك ده ايه؟ ان البروسيس باظت. عرفت منين انها باظت؟ من انك كنت عارف الثيوريتيكال ويت بتاع الفيز ديورنج الفيز او البروسيس. تمام؟ عشان كده بيتحط في الماستر ريكورد الموضوع ده، مش يعني مش بيرخموا على الناس، بس هو كل حاجة لازم تبقى سبيسيفايد. بيتحط ايه كمان؟ بيتحط في الثيوريتيكال ييلد. الثيوريتيكال ييلد يعني ايه؟ مش بس الثيوريتيكال ييلد، ده كمان بيتحط ليه مينيمم وماكسيمم، او ماكسيمم ومينيمم. احنا شرحنا قبل كده الثيوريتيكال ييلد يعني ايه. ما ينفعش انا ابقى وازن كل حاجه وكله تمام والمفروض الييلد عندي مثلا يطلع وليكن 1000 قرص، او طبعا 1000 قرص ده كلام فاضي، مثلا 100,000 قرص فطلع عندي 90,000 قرص بس. في 10% هنا راحوا فين؟ ده السؤال المهم. ال 10% دول ممكن يكون في غلط في وزن حاجة، انت وزنت بودرة بشكل معين غلط فلازم تراجع. تخيل بقى لو انت المادة الفعالة مثلا كانت تبقى 20 كيلو وانت حطيت 5 كيلو بس، كده انت بتطلع اقراص ملهاش لازمه يعني بلاسيبو، او في كونتامينيشن، او حصل ان الكونتينر ما اتفضلش كويس فالكونتينر ده هتخش عليه حاجات تاني. في اسباب كتيره يهمني قوي في اليلد ان انا اقدر اعمل تريسنج لاي ايرور حصل، اشوف بقى الايرور ده حصل فين وياثر لي على الباتش دي ولا لا. تمام،
كويس. يتحط فيه ايه كمان في الماستر برودكشن والكنترول ريكورد؟ يتحط ديسكريبشن للدراج برودكت كونتينر والكلوجر والباكجينج، ويتحط كمان سبيسيمن ولا كوبي من ايتش ليبل. يعني ايه؟ انت مش بس بتحط فيه الحاجات اللي هتعملها، ده كمان الدراج برودكت كونتينر بيفرق معاك، الكلوجر يفرق معاك. انتوا درستوا الكلام ده في البرنترلز فانا مش هعيده تاني، بس لو تفتكروا في البرنترلز اللي شرح لكم قال لكم انه في احد الشركات، عشان بس ما نقولش اسامي، يعني شركة ما بتصنع قطرات، قطرة شهيرة جدا بتاعت احمرار عين، لقيوا المنتج بتاعهم بيرسب، حللوا السولوشن بتاع القطرة. طبعا يرصد ده في قطرة كارثة، يعني ده انت هتدخل العين بارتيكولات ماتر انت مش عارف هي ايه، ممكن تعمل ابريجن للكورنيا، ممكن تكون كمان بكتيريا او فنجاي، هتعمل له انفكشن، ده حاجة حلوة خالص. فجم يدوروا لقيوا ان الراصد ده عبارة عن فنجاي. طب فنجاي دي كارثة طبعا، الباتشية كلها باظت واترمت. السؤال بقى ايه اللي دخل الفنجاي؟ يراجعوا الاستيرال اريا، تمام مفيش حاجة حصلت. فضلوا يمشوا في الريكوردز لغاية ما لقيوا، تخيلوا يا ولاد، لقيوا انه القطرة دي هما كان بيجي البلاستيك بتاع الكونتينر، بلاستيك خام من الشركة اللي هما واخدين ترخيص المنتج ده، وهما بيصنعوا كونتينر من البلاستيك ده. كانت الشركة قالت طب عايزين نوفر بدل ما نشتري البلاستيك الغالي، فعملوا بلاستيك رخيص، جابوا بلاستيك رخيص. البلاستيك الرخيص عمل ادسوربشن للايه؟ للبريزرفيتيف، فبقى البريزرفيتيف كأنه مش موجود في المحلول. فطالما ما بقاش فيه بريزرفيتيف، الفنجاي نمت وترعرعت. فلو ما كانش عندي ريكورد انا كاتب فيه حتى الباكجينج، حتى الكونتينر، حتى الكلوجر بتاعي، حتى الباكجينج من بره، يفرق؟ اه يفرق طبعا. يفرق في ايه؟ الباكجينج ده ممكن يكون بيحمي الدواء من الاضاءة بشكل معين، ولما تستعمل اسمه ايه، كاربورد اللي هو الكرتون تاني، ما يعملش نفس، ما يوفرش نفس الامان. ممكن يحميها من الحرارة، ولو استعملت حاجة أخف ما يحميهاش. هتعرف تعمل تريسنج ده ازاي؟ بالريكورد. عشان كده كمان بنحط فيه سبيسيمنز وكابلز من الليبلز. بتحط بقى من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتحطها في الماستر برودكشن اند كنترول ريكوردز كومبليت، وانا معلمكم عليها بالاصفر هنا عشان دي مهمة جدا، كومبليت مانيوفاكتشرنج، نغير اللون عشان يبان، complete manufacturing and control instructions, sampling with testing procedures، تنساش انه في testing procedure، specification، special notations، precautions to be followed. تحط فيه كل صغيرة وكبيرة، ما بتعديش حاجة، ما ينفعش تعدي حاجة اصلا. طيب الماستر ده بقى كبير، في ايه ولاده الصغننين؟ حاجة الماستر manufacturing records، ده ابنه الصغنن، ده النسخة اللي بتروح للمانيوفاكتشرنج، اللي بقى بيصنع، بيتحط فيها ايه بقى؟ كلام بقى دش، احنا ايه هنقوله في السريع، النيم بتاع البرودكت والبرودكت تايب والسترينج، احنا بناخد من الماستر الكبير، اوكي، بناخد من الماستر بتاع البرودكشن والكنترولز. الحاجة التانية الـ ingredients to be added، الـ name والـ alphanumeric code والـ amount of dosage unit أو الـ percentage، بنحط فيه الـ amount of each ingredient for a batch، بتحط فيه sequence of adding ingredients هتصنع ازاي، بتحط فيه equipment to be utilized designated by name and where appropriate by number. أنا مش هخبط فمش هخبط لكم تاني. بنحط فيه الـ processing steps، ايه هي خطوات التصنيع، with details، الديتيلز صغيرة قوي، بتحط فيه conditions زي ال time وال temperature وال speed، بتحط فيه in process samples وال testing وال acceptance criteria، بتحط فيه كمان بيبقى مكتوب فيه
السبيشال بريكوشنز والهازاردس كونديشنز اللي موجوده والنسيسري سيفتي اكويبمنت تو بي يوزد. الهازاردس كونديشنز يعني عندك بودره بتطير، عندك حاجات مش عارف الكلام ده كله، بتحط الثيوريتيكال ييلد والاكشوال ييلد. تمام. عايز اقول لكم يا اولاد الماستر مانيفاكتشرنج ريكوردز في حاجات هتتعمل وحاجات اتعملت، برضو زي الماستر برودكشن بنحط فيه كمان الايه الحاجات اللي المفروض تتعمل. رقم 10 السبيس فور سيجنتشر، ده كلام بقى بتحط فيه مسافه علشان يمضوا فيها ويكتبوا التاريخ سواء للشخص اللي عمل او للسوبرفايزر. في نسخه تاني بقى او ريكورد تاني اسمه الماستر باكجينج ريكوردز، ده بقى بتاع الباكجينج، بتحط فيه اسم البرودكت والبرودكت تايب والسترينجز، ده بيختص بعمليه الباكجينج اتفقنا. بتحط فيه البرودكت سبيسيفيكيشنز زي التيوب مثلا وزنها قد ايه وطولها قد ايه لو هتعمل كريمز، الازازه دايمتر قد ايه، سعه قد ايه، هل هي امبر جلاس، هل هي نورمال جلاس، وات ايفر. بتحط فيها التست ميثودولوجي، التستات اللي عملتها. بتحط فيها السامبلينج ريكويرمنتس، ريكويرمنتس بتاعت السامبلينج، انت اخدت السامبلينج ازاي، الان بروسيس سامبلينج والتستنج والاكسبتنس كريتيريا، كله كلام بقى بسيط يعني. بتحطها ميبي انكلودد في الاس او بي. تمام، كويس خالص. سوري انا هنجي دلوقتي. بص يا ولاد السامبلنج والان بروسيس سامبلنج والتستنج والاكسبتنس كريتيريا ما بنحطهاش في الباكجينج، واضح من اسمه هو باكجينج، بنحطها بالاكتر في الاس او بي مش في الباكجينج ريكورد. بس بنحط ايه؟ بنحط ريديوس تيستنج كريتيريا. ريديوس تيستنج يعني ايه؟ يعني التستات المختصره اللي هي الحاجات السريعه يعني. بتحط ايه كمان اخر حاجه في الماستر باكجينج ريكوردز؟ بتحط اكشنز ليفلز بياند ويتش الكيو سي مانجمنت ار تو بي اليرتد فور ريفيو كومنت اند اكشنز. في نوع من الاكشنز لازم تبقى الاداره او الكيو سي مانجمنت واعيه ليه. زي ايه؟ زي اكشن مثلا ان انت قلبت المقلب في اتجاهين، ده اكشن لازم الكيو سي تعرفه. زي ان انت حصل انك غيرت السرعه، زي اكشن ان طلعت الاقراص مفتته في الاول، دي مش انت ما عملتش حاجه، ده هي طلعت معاك كده، وليكن مثلا اول 100 قرص طلعوا مفتتين او اول 50 قرص طلعوا مفتتين. كل الاكشنز دي ليفلز بعدها او عندها لازم الكيو سي تخطر. فاحنا بنحط الاكشن ليفلز، ايه الاكشن ليفلز اللي المفروض الكيو سي تعرفها، بنحطها في الباكجينج ريكوردز. احنا كده يا ولاد خلصنا الريكوردز ان شاء الله، كان في عمر ان شاء الله. المحاضره الجايه هنتكلم على الباكجينج، واحنا كده قربنا نخلص خلاص عشان ترتاحوا من الجي ام بي. معلش يا ولاد انا بتاخر عليكم في رفع المحاضرات علشان الانترنت بطيء، كل الناس عايشه على الانترنت دلوقتي، مع اني برفع لكم المحاضرة الصبح علشان يعني ايه تبقى الناس اللي في اشغالها في اشغالها قبل وقت الحظر وكله في بيته، بس غالبا ما بعرفش ارفعها قبل بالليل ويمكن كمان احيانا الفجر يعني. احنا كده خلصنا يا ولاد، لو في حد عنده اي استفسار تختص بالجي ام بي ابعتوها لي، حتى لو بعد وقت المراجعة ابعتوا لي اللي انتوا مش عارفينه. احنا كده كده الامتحان ان شاء الله هيبقى ام سي كيو ترو فولس، الامتحان الفاينل باذن الله. هيبقى سهل ما تخافوش، اهم حاجه تكون فاهم بس وعارف كل حاجه رايحه فين، يعني ايه اللي تبع الماستر برودكشن، ايه اللي تبع الماستر مانيفاكتشرنج، ايه اللي تبع الماستر باكجينج، ايه اللي تبع الاس او بي، تبقى عارف كل حاجه فين وتبقى فاهم. ما تقلقوش، وبإذن الله بالتوفيق، ونشوفكم زمايلنا في النقابة عن قريب بإذن الله. توفيق.